ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم زوار ومتتبعي ومشاهدي قناة ماروك أخبار يومية، مرحبا بكم. اليوم غادي نديروا واحد الحصيله لسنه 2019 اللي كنودعوها اليوم لنستقبل سنه 2020 اللي كنتمنها تدخل عليكم بالصحه وباش ما تمنيتوا وبطول العمر، وان شاء الله يا ربي تحقق لكم احلامكم وتكونوا بصحه جيده، وهو هذا هو الاهم. وبالنسبه لسنه 2019 كانت واحد السنه اللي مفصليه للجميع، بزاف الاحداث كانوا فيها، ومهم اول حدث اللي غادي ندوي به او هو عندوي على القناه. اولا القناه عاشت واحد الايام شويه عصيبه بالنسبه للقوانين ديال اليوتيوب اللي كانت كتبدل بزاف، كل 6 شهور كتبدل القوانين او بعض المصاعب او المنافسه اللي ولات كثيره بزاف، خصوصا مع لي فلوغ ومع روتين اليومي وداكشي كتولي واحد المنافسه اللي بزاف بالناس، بزاف مابقاوش زعما عندهم واحد الاهتمام بالاخبار او الجانب ديال الاخبار ولا الجانب ديال التدوين، ولو كيمشيو اكثر لما هو فلوغات وما هو روتينات وما هو اخبار الفنانين ومشاكلهم وفضائحهم الى اخره. بالنسبه للقناه حنا كنوعدوكم ان قناه ماروك اخبار يوميه غادي تكمل في نفس النهج اللي كتمشي فيه، هو انها حياديه ما كتمشي لتا شي طرف مقابل طرف، كنحاولوا ننقلوا الاخبار اللي كناخذهم من المصادر ديالنا بمصداقيه، ما كنحاولوا لا نزيدوا عليهم لا نقصوا منهم لا نمشيو لاي اتجاه، كنحاولوا نبقاو الحياديه ما امكن. قبل ما ندخلوا سنه 2020 نذكروا بعض الاشياء اللي كانت صعيبه بزاف بحال الفواجع، هما اللي نبدا منهم، خصوصا ان الفواجع اللي مشاو منهم بزاف ديال الضحايا اللي هاد الناس مساكن الله يرحمهم ما داروها لا بيديهم لا برجليهم، غير كانوا في الوقت الخطأ في المكان الخطأ وفي البنية التحتية اللي بعض المرات كتكون هي سبب، وبعض المرات التهور ديال اما السائقين اما العامل البشري بعض المرات هو كيكون عنده واحد المسؤولية كبيرة من تهور من بزاف الحوايج، وتا البنية التحتية اللي تا هي كدير اكثر من علامة استفهام، خصوصا بعض الفواجع اللي راح ضحيتها المئات من المواطنين. واول فاجعة هي فاجعة زناتة بالنسبه ليا ديال هذوك الناس اللي مشاو حارقين وتقلب بهم الباطو، وكانت واحد الفاجعه اللي مشاو فينا هذوك الشباب مساكن اللي كان الحلم ديالهم هو السفر الى اوروبا لتحقيق احلامهم، ولكن قدر الله ما شاء فعل وتوفوا. الفاجعه الثانيه هي فاجعه ايجوكاك اللي واحد الكم الهائل كانت شاو داك وواحد الكم الهائل ديال الاطربه اللي طاحوا على واحد السيارة اللي كانت كتقل العدد من التلميذات والتلاميذ والمواطنين بصفة عامة اللي في منطقة أجوكاك الجبلية، وتا البنية التحتية كانت كتلعب دور، أنا ما كانت لا بنية تحتية ولا والو، ما كان عندهم حتى الطريق ماشي شي طريق اللي صالحة للتنقل، وعاوتاني كان ظروف مناخية اللي تسبت في انهيار الأطربة اللي طاحت ورد مات هذوك المواطنين اللي ماتوا تحت الردم ديال الاطربه والصخور. وما ننساش عاوتاني الملعب الموت ديال تارودانت، اللي ملعب اللي شويه داع على واد الامطار القويه والغزيره دات الملعب بهذوك الناس اللي كانوا كيتفرجوا في هذاك المنظر اللي كان مؤلم جدا واللي توفوا فيه. وهنا عاوتاني سوء الدراسه وزعم الدراسه ديال المهندسين اللي داروا ملعب اللي شيدوا ملعب، وكل شي الناس اللي عطاو الرخص وهذا اللي شيدوا ملعب في مجرى واد، وهذا خطا كبير. بالاضافه الى فاجعتي حافله الرشيديه وتازا التي كانت تقل العديد من المواطنين والتي ادت الى وفاتهم على الفور، وكانوا مفقودين خصوصا في حافله الرشيديه اللي داهم الواد، وكانوا بسبب تهور السائق وايضا البنيه التحتيه اللي كانت مهترئه خصوصا القنطره على مستوى القنطره اللي قطعتها الحافله مع تساقط الامطار والسيول اللي كانت كتجرف اللي جرفت الحافله انذاك. فالرحمه والمغفره لهاد المواطنين اللي كانوا ضحايا، هما غير مسؤولين على الوفاه ديالهم وكانوا ضحايا فقط لبزاف ديال العوامل اللي ادت الى وفاتهم، فنترحموا عليهم. ندوزوا للمحور الثاني او الثالث ديال الحوادث. شلنا واحد الحوادث وبعض الجرائم اللي بشعه جدا، من بيناتهم الطفل العرائش اللي الابوين ديالو قتلوه، الاب ديالو اللي قتلوه بدم بارد، ورفقه الام
مرت زعما زوجة الأب اللي قتلوه بدم بارد وقطعوه وتكرفصوا عليه واحد تكرفيصة، والأم ديالو اللي بقات مصدومة في مدينة العرائش. حتى هذا كاين قلنا لواحد الجريمة كانت بشعة ديال الشابة حنان بنت الملاح بالرباط اللي تكرفص عليها هذاك السيد وقام بتصويرها وهو كيتكرفص عليها بواحد الطريقة اللي بشعة جدا. وما نساوش حتى الطفل ديال سالة اللي كان بالموازاة مع طفل العرائش اللي شدوا هذاك في الشارع هذاك السيد اللي مقرقب وذبحوه بطريقة بشعة. إلى ذلك نزيد أن اغتصاب فتيات في حي لساسوا من طرح وحش آدمي اللي بلغ العدد ديالهم 20 فتاة تلميذات قاصرات اللي كانت تتجاوز السن ديالهم ما كتجاوز 12 سنة من طرف واحد الوحش آدمي اللي كان كيتكرفص عليهم وكيديهم بطريقة احتيالية واللي كانت منه لأنه يأخذ أقصى العقوبات. ندوز المحور الآخر هو شاهدنا في 2019 واحد صناعة تفاهة في اليوتيوب ولات واحد الهجمة كبيرة خصوصا في اليوتيوب أن كاين واحد صناعة تفاهة اللي ولات طاغية بزاف على المحتوى اللي كيتقدم واللي كيتشاهدوا في اليوتيوب من قنوات ديال السب والشتم والتشهير ديال وحدين كي بحال دابا كتكون قضية تكون عادلة أو غير عادلة. ما احنا نعطيوها مثال ديال ميلودي ولا باطمة وكتلقاهم كينزلوا بكل الثقل ديالهم بالسب والشتم والتشهير في المواطنين بعض المرات ولا اي حاجه، المهم سب وتشهير اما مغطين وجههم اما دايرين وجههم. هادو ولاو تكاثروا بزاف هذه صناعه التفاهه ان بلاص ما بعض المرات يناقشوا المواضيع الاجتماعيه اللي كتهم المجتمع كامل كيبقاو يناقشوا مواضيع اللي ما عندها حتى شي جدوى الا الشب السب والتشهير والحقد وكتخلي بنادم حاقد على شيء. وبعض المرات بزاف المعلومات اللي كيقدموا معلومات غالبيه كتكون بعض المرات معلومات غالطه او اللي غير كيديروها لانهم خاصو يخدم هيهم خاصو يدير واحد الفيديو واخا كيعرف يكذب ولا يكون اشاعات ولا شي حاجه ما عندوش مشكل. المشكل عنده هو انه يجيب المشاهدات ومن بعدها يحقق ارباح. قنوات الروتين اليومي حتى هي داخله في صناعه التفاهه راك شفتوها ودارت واحد الضجه كبيره. وقنوات الوصفات هذا ولات من هب ودب كيجي كيدير لك وصفات اللي ما كتعرفش اولا واش هذيك الوصفات مجربين واش عندهم اخطار على الصحه. علما نعطيو غير واحد القوس نحلو غير واحد القوس، اكثر واحد اللي كيعرف هنا في المغرب كاينين تبارك الله راه كاينين الدكاتره هو الدكتور الفايد اللي السيد اللي قاري وعنده هذا الاختصاص ديالو هو المواد وهذاك الشيء وكيجربهم حتى في المختبرات. حياته كامله راه دوزها في المختبرات وفي هذاك الشيء دراسه اللي اكاديميه اللي كتعتمد على العلم ومع ذلك عم عمرو ما عطى شي وصفه. هذوك الوصفات الطبيعيه اللي كيخرجوا هذوك راه ما كاين حتى شي حاجه، كل جسم راه كيختلف على جسم كل جسم اشنو كيفاش مصاوب وكيفاش هذا اي وبعض المرات هاد مولي الوصفات اش كيدير كل يوم وصفه وكتلقاها كتصب في نفس الاتجاه بحال اللي تكبير هاد القضيه الذي لم يكن رجلا سوف يصبح رجلا بهذيك الطرق. هذاك الشيء كامل راه ما كاينش، شكون كانت راه الناس ما يمشوش للاطباء وما يمشوش غير بنادم بعد مرات كيمشي يبحث عليهم هذوك المولي الوصفات والفيديوهات ديال الوصفات. بنادم كيمشي يبحث عليهم غير في الانترنت، كيمشي للانترنت كيشوف الوصفه بانه خاصو يلوح كل نهار فيديو ولا جوج فيديوهات في النهار ولا شحال خاصو يلوح، كيمشي يقلب عليهم في الانترنت ما مجربهم على انسان ما داخل لا مختبرات لا والو. كيبان لك دير جوج تمرات ودير عليهم الحليب وسكينجبير وصافي راه غادي تصح من جميع الامراض. هذا راه عمرك ما تصح الا بقيتي تتبع داك الشيء. وميم مكملات غذائيه ما كيصلحو، سكينجبير راك تاكلو كل نهار كل مره راك ديروا الامهات ديالكم الزوجات ديالكم في المرق وداكشي وما عمر شي واحد ما خاص شويه يكون داكشي علمي. مهم هادو حتى هما قنوات كانوا ضغاو بزاف. قنوات الاحسان وهذوك الناس اللي كيمشيو كيديروا الاحسان حتى هي داخله في التفاهه صناعه بالنسبه لي داخله في صناعه التفاهه. علاش هو الاحسان مزيان المساعدات وهذاك الشيء المعاونات الانسانيه بالنسبه للاشخاص مزيان الناس اللي محتاجين ما كاين حتى شي مشكل يمشيو ويديروا معاهم فيديوهات. فين كيبقى الخطر ديال هاد الفيديوهات؟ الخطر هو بحال دابا شوفوا غير الصحافه شنو الصحافه كدير. الصحفي كيمشي كيشوف هذيك الحاله الانسانيه اش كيدير كيقيد النيميرو ديالها ولا كان رقم الحساب كيقيدو ديك الساعه كيوريك زعما كيبينوا لك في الفيديو وكيمشي في حالته.
هذه مزيانه. انسان اخر يمشي يدير الحاله الانسانيه يقيد النيميرو ديال الحاله الانسانيه، النيميرو التليفون ديالها ديال الهاتف ديالها، باش بنادم يقدر يتمكن يتصل به، ولا كان الرقم الحسابي يدير رقم الحساب ديال الحاله باش اللي بغى المحسنين يصيفطوا يصيفطوا ليه مباشره. ماشي كاين الانسان كيمشي لهذيك الحاله كيمشي يقيد النيميرو ديالو وكيقيد النيميرو دكونت ديالو، زعما رقم الحساب البنكي ديالو. بالله عليكم واش غادي هذاك السيد يقدر، واش ملي كيتحطوا ليه المال ديالو كيتحط هذوك المحسنين ملي كيصيفطوا ليه الفلوس، واش بالله عليكم واش غادي يعطي كل شيء غير حكموا نتوما؟ ما يمكنش. وكيفاش زعما كتعولوا على انسان اللي الضمير ديالو خالي من، ما يمكنش، راه ما كتعاملوش مع ملائكه، راه مع بنادم. هذه دائما الانسان يحط النيميرو التليفون ديالو ما تثقوش فيه، صافي حيت ما خصناش نبقى اي واحد كيحط النيميرو ديالو في الحالات الانسانيه ما تثقوش فيه، هذا ولا صانع تفاهه، هذا انسان كيصنع التفاهه وكيصنع انه استحمار للشعب وكيدير كياخذ الفلوس على ظهر الناس اللي سدج بين قوسين، لانك تعطي المال ديالك لشي واحد اللي ما يستاهلش راك سادج. تماش انسان كدير الخير، كدير الخير خاصك تعرفوا لمن جا. نشكركم على حسن المتابعة قناة ماروك أخبار يومي.